هل يوجد شياطين في رواندا؟ أبغيت بربوان شتاني نعم. نعم. يعني. يوجد شياطين في السعودية؟ أتي شتاني سعودي لاني. نعم. لاني نعم. إذن في كل مكان يوجد الشياطين. أتان وسر شتان. في كل مكان يوجد أعداء لك أنت المسلم. أتان وسر شتان يرونون عنزو عروس جيرا. لابد تنتبه لأعدائك. نقوم قبرناك. الشيطان شيطان عدو لك منزل وكبيج لكن أخطر عدو لك من هو أتي منزل وكبيج عندنا الشياطين تنقسم إلى قسمين أتي شيطان زي ما شيطان جن وشيطان إنس أتي الشيطان زما جن يا كمان الشيطان زما أيهما أخطر يكبيج شيطان جن أو شيطان إنس نيا ما جن جاني يا نعم يقول شيطان الإنس. شيطان الإنس. أخطر لماذا؟ شيطان يا مالي كومي كويري. لماذا؟ كويري. لأن شيطان الجن تقول أعوذ بكلمات الله تقرأ آية الكرسي يمشي يفر. شيطان يا مجيني يفزي عدوت وفزي أعوذ بك أعوذ بالله من الشيطان الجن أعوذ بكلمات الله تامة إلى هو بكين. أما شيطان إنس؟ أقول شيطان يمونو. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يمسكك لا يتركك أخطر شيطان هو شيطان الإنس لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا يعني ما يمكن تصاحب واحد يشرب خمر أو تصاحب إنسان لا يصلي لا ما يمكن